بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. بكل وضوح، بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك الدريبي. الاسم ديال الاب والام مش كاين طب الاخر، راه الزواج عوض الله، راه ماشي واحد الحاجه سحريه غيدخل سوا الحفاظ غيبقى سوا الحفاظ. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر، تحت المجهر. لا هي هذه المنع النفسي، المنع النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق بداو يحكوا فلانا، راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 إلى 8 مساء. مساء سعيد على كل مستمعين الأوفياء لاستماع الميد راديو الإذاعة القريبة منكم، وبرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور يا سناء، مرحبا لله. بروفيسور اليوم غادي نتكلموا في موضوعنا النموذج، الفتاة الشابة اللي كتكون يعني متقفة طموحة سعيدة في حياتها، كتشتغل في وظيفة مميزة ومستقلة ماديا، ولكن مجرد يعني ما تزوجات كتغير بزاف وكتولي تكلم غير على الموت ويوم الحساب، وكتنتقد كل تصرفات سواء يعني الوالدين ولا الإخوة ولا المحيطها في العمل بأن تصرفاتهم تصرفات غير دينية وبأنهم جهلة في الدين وعباداته، وكتصبح يعني قليلة الضحك وكتغيب صيغة المتعة يعني في حياتها. فبروفيسور شنو تحليلك، شنو اللي كيوقع اللي كيخلي هاد الشابة تصرف بهذا الشكل بالرغم من أنه يعني إحنا كنعيشوا في دولة مسلمة محافظة كنطبقوا قدر الإمكان يعني العبادات الدينية، وفي نفس الوقت كنحتفلوا كنستمتعوا بنعم الدنيا ومنفتحين في إطار اللي هو يعني فيه وقار وفيه احترام وبلا تشدد. في إحدى الحلقات كنت تكلمت على المادة الفكرية وإلحاح العقل على الحصول والوصول إليها. العديد من الناس، ولهذا الحضارة الرومانية ماشي صدفة باش تقوات من ضمن لبير فونداتور ديال روما أدريان مش رجع للحضارة الإغريقية، ماشي صدفة. روما قوة تجارية قانونية دستورية عاد عسكرية، علاش مشى رجع أدريان لعند الجريك وبخاصة الفلاسفة الإغريق؟ وغلقوا نفس النقطة هذه مشتركة بعد ما غيمشيوا المفكرين والعلماء المسلمين بنفسهم غيمشيوا لعند الإغريق. شنو القاسم المشترك عند الإغريق؟ الفلسفة. والفلسفة ماشي كيف كنشوفوها الحالية دابا، الفلسفة في هذاك الوقت راه شاملة لجميع العلوم، كتلقى الفيلسوف طبيب يعرف الرياضيات، يعرف الهندسة، علم النباتات، كيعرفوا الموسيقى، يعرفوا العديد من العلوم. علاش؟ لأن هذوك الناس في الذكاء ديالهم الخارق تيعرفوا بأن خصك تعطي مادة فكرية للمواطن، خصك تأسس ليه وتجمع ليه مادة فكرية، راه لما جمعتهاش ليه غادي يمشي العقل ديالو يجمعها. فالزوجة ملي كتزوج وكيكون عندها فراغ في تملك العلاقة مع الذكر وفي المعاشرة ديالو، فتيكون تما واحد الهالة فانتاسماغوريا كتعيشها العديد من النساء المسلمات بحكم حرمان لا فروستراسيون، فكتبقى هذيك الهالة الفانتاسماغورية كتشغل العقل. Une projection fantasmagorique, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça occupe. هذا كتلقى بزاف ديال الزوجات كيشتكيوا عندنا في البرامج، كتقول لك راجلي لقيتو كيشاطي في كذا وكيدير في التلفزيون وكيتفرج. علاش؟ لان لا ماتيير فانتاسمغوريك ا بلوس دو ديليس اي دو جويسونس كو لا ماتيير ريال، سورتو كونت لا ماتيير ريال الي فاد
ترانسوندونتال سي تري رار كو لي جون اريف ا ترانسوندي لا لو ريال قليل اللي كيعرفوا يرقاو به يعيشوه بحال داك العلوك سلقوه ماسوه زادوا عليه واحد جوج تخربيقات وسرباوه تخيل داك تاكل فيه وكله باس الحس ماشي بحال داك اللي جاي مشحر مخدوم حتى ما كتبقاش عارف واش بصح النبته ولا ما علاش كيسميوها في العهد العثماني كان يسمى بلو كافيار دي بوفر كان عنده واحد الطاقة كتحيد الشهوة عند الرجال كان العثمانيين في ما عندهم جنود بزاف باش ما يكثرش الاقتصاد تيسربوا لهم زعلوك وباش يضحكوا عليهم سموه الكافيار دي بوفر حتى انا كندير لو سونس لو كونتر سونس نقدر ندير حتى لو نون سونس لا بغينا كاع فالعقل البشري ملي ما كيلقاش المادة كتكون البنت قرات حقات الدبلوم علقاتو في الحيط مشات تزوجات لما تيخصمو تاسماغوريك اللي كانت كتعمر بها ليماجينير ديالها كان كيعمر بها صافي لو غيال جا وقال لها هادشي اللي كاين اه باسل حاسل كيخصنا نمشيو اه ها هو نقطة واحدة نقطة ثانية هناك علاقة مع الطاعة والطاعة اللي ما بين عام وثلاثة وما بين ثلاثة وخمسة هي الطاعة اللي مؤسسة للبنيات ديال الشخصية اللي تيكون واحد الأب ولا واحد الأم يا إما خانق ولده في الطاعة يا إما ميع في الطاعة اللي كنقول الطاعة ما كنقولش العقوبة الجسدية هي أداة واحدة من ضمن آلاف الأدوات اللي عندنا في التربية فالطاعة كتموقع لنا الطفل في مكان معين وفي ظرفين باش ياخذ الكلمة معينة كنعلموه الظرف وتنعلموه المكان فملي كتكون لك الطاعة في الذات الطفل والطفلة في المرحلة الأولى قبل ثلاث سنين وفي المرحلة الثانية من ثلاثة وخمسة لونفون نا با دو بلاس فتيولي يهيم كيولي كيدوخ في الكبر كتجي هذيك الطاعة لما يسميه البعض راه يسميه طاعة الله حيت الله ما كيجاوبش ما كيجاوبش ما كيجاوبش حتى القيمة غادي يجاوب ما في الدنيا سمي حتى اللي سمي أيه أنا كذا شو النبي صلى الله عليه وسلم خرج الحديث من هاجر الله ورسوله فقد هاجر ومن هجرته لأن واحد الرجل كان باغي واحد المرأة يعاشرها وقالت لي أنا ودي أنا هاجرت من مكة إلى المدينة وسلمت إلا بغيتيني هاجر من أجلي فهاجر الود هذيك المرأة باش يتزوجها وينكحها وصلت الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها هذاك الدرس راه كل شيء عنده حدث فاللي فلتت ليه الطاعة كيجي واحد كبير رجل أو امرأة وتيولي عاد كيطيع واحد الفقيه ولا كيطيع واحد الامام ولا كيطيع واحد ما يسميه امير ولا كيطيع واحد كذا لانه صلى الله عليه وسلم قال لنا اميرو ما معنى اميرو انستيتيوناليزي اميرو هي انستيتيوناليزي ماشي تعطيه التيتر ديال امير حتى اشكال اخرى انستيتيوناليزي يعني ماسس بصيغه قانونيه العلاقات ديالكم يعني واحد عطيه الصفه ديال الامير فتولينا كنسمعوا كل شيء ولا ذب أمير مالي الشجرة والعنعنة الصحيحة في التواضع مالي الشجرة الحقيقية اللي عند المغاربة في إمارة المؤمنين في التواضع ناس اللي كي يعرفوهم ولا شخصيا اللي كنتلقى شرفة ما لا إله إلا الله بتواضع على ربي ولدينا ماشي كذلمة شو الأدب ملي تجلس مع الناس كاس اللي كتشرب فيه في الدار كيشرب فيه معك بحال ايها غني في البلاد كتدخل دار غني الماعون اللي عنده عند كذا وعند كذا هادو اهل العنعنه تواضع الاخرين اذا ابسونس دو لا نوسيون دوتوريتي في لي بيريود فوندامونتال كونستيتيونت 3 سنين 0 3 3 5 في الذات ثم عندنا la non-résolution du stade œdipien. لأن في الستاد أوديبيان عندنا أن بروسيس كتطلع راه قلناها في واحد الحلقة وغنعاود نذكروها ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ملي تيكون الطفل والطفلة في الستاد ديال أوديبيان هو ملي كيحس ملي كيخرج من العلقة الانصهارية في عامين وتيولي باه ومو
كيطالب الاب بالصيفه ديالو الزوج كيطالب زوجته علل وشوف فرجك شوي ورضعتيه وصبرنا عام صبرنا عام ونص وعام وبزاف دابا ويدير ليه بيته بوحده ويدير ليها بيتها بوحدها وبارك عليا من داك الشيء كي لازم الزوج يحضر وخاصه يحضر هي الام دائما الاحساس بالذنب عندها رخصو يحضر باش يزولها الاحساس بالذنب ماشي دخلتي الام بوحدها مع ولادها راسات ناس تعاود تفيق تقول ناري ما كنتش مزيان تعاود ترضع هو راه كاين شي خور ناس ناري شتو كيتحرك بزاف وقيل راه فيه شي حاجه ناري شتو ما كيتنفش ياك ما غيموت دائما الام مسكينه عندها الهواس الاحساس بالذنب انها ما قيمش بالواجب كيخصو يحضر هو باش ينهيها لا لا وتيفوتي على الدري وشوفي فراسك شويه هذيك الوقيته اللي كينهيها هي هذاك الطفل اللي يحس بانه مشروك في الام مشروك في هذه السيده كي كتحبها ديالو شويه لا راه مشروك فيها راه كاين باه هنا C'est le process d'identification, nous dit Jacques Lacan, qui permet de transcender la haine, qui dit qu'il zoul, ou il chouhna, il karahia, mais il dit que c'est un karahia. Mais, comme je vous le disais, ما شخصيا ما عرفوش يفسروها لقيتها عند توسكيات احسن من لقيتها عند بعض الناس اخرين تيقولوا بانه لو فات كان مونك دو فاليوس الفا ديتيستي سا مير كي نو لي با ماشي هذا هو الشرح هو لا فايت دو لا ريبريزونتاسيون في لو كوبل ها في غتم جايه المره دابا فالوقيته اللي ما كتلقاهاش في لا ديمونسيون ديال لي بلاس لي فونكسيون موجوده داخل العائله كنمشيو للرابعه اللي هي لا فايت دو لا نوسيون دو ليديال دو موا Jacques Lacan dit que l'idéal du moi est un organisme de défense perpétué par le moi pour prolonger la satisfaction du sujet. Ce n'est pas non plus la maîtrise de soi complète, l'idéal du moi. Mais si on a dit que les méthodes de travailler sur soi ou travailler sur soi, l'idéal du moi, ce n'est pas non plus la maîtrise de soi complète. L'absence de passion. L'idéal est de rendre le sujet capable de soutenir le dialogue. Un dialogue analytique et de parler ni trop tôt ni trop tard. C'est cela, l'introduction d'un ordre de détermination. Sirat al-amr li katihayya al-binya. Lahdou ma'ish ki goul, l'introduction d'un ordre. Daba ghanji wal nokta l'akhra li andna hna fil islam. Li tajjal min aglabiyat al-muslimin li mshaw lhad al-bib. مفعول فيهم ومفعول بهم والله ما عارفينش كيديروا كنحلف بالله الا القليل واحد النسبه 1% في العالم الاسلامي غير يفهم اللي عايش هذه الحاله اللي كنتكلم دابا هو لماذا ان الله سبحانه وتعالى في القران كيتكلم مع الانبياء كلهم في القران ابراهيم موسى عيسى نوح زكريا كلهم بالاسماء الا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ليه يا ايها النبي الرسول تعيد عليه كيسميه في القرآن محمد ولكن في عدد من الصور والآيات كيسميه النبي بالألف واللام والرسول بالألف واللام الحديث بقي إذن مستمعنا غادي نمشيو فاصل ونرجع مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية وأكيد غادي نكملوا موضوعنا رفقة البروفيسور مامون مبارك دريبي فإذا عندكم أي تساؤلات اتصلوا بنا اللحظة على 05-22-46-50-51-52 أو 05-22-43-00-09 ورجعنا لكم مستمعينا انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح غادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه معنا اول مكالمه معنا اكرام من فاس الو 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 السلام عليكم اكرام السلام عليكم انا سميكم لسانك مرحبا سيدي مبارك لاباس عليك اكرام بخير انا عندي واحد المشكل كبير ان ملي طاحت حداها حبه القمح راه كبير اما انا طاحت حداها قرقاعه بالعظم راه جبل اما الا جات حداها ليمونه راه كتسحبها مستحيل غير شوف يا اما انت اللي صغيره بزاف وكيبان لك المشكل كبير يا اما المشكل كبير بصح وحنا نهرسوا والدي ونردوا قد الفورما ديالك انا بالنسبه ليا كبير حتى شنو الله كبار يلا قول شو قول اللي المشكل ديال الخيانه الزوجيه بحالاش راجلي كان كيخوني مع شي مرا مده عام يلا تزوجتوا انتما لا هاتي كاتر انتم مزوجين هذه اربع سنين وانا ما عرفتش بهذه العلاقه حتى جات عندي هذيك السيده الدار قالت لك راه راجلك تيخونك معاها اه وعلاش هي جات عندك الدار
نعم. وعلاش هي جات عندك الدار؟ قالت لك جات عندي حيت هو ما نعرف، قالت لك جات باش تضيع العلاقة ديالنا. باش شنو؟ باش تضيع العلاقة بيناتنا، باش تقول لي شنو واقع بينها وبين راجلي باش أنا ندرس مع راجلي. وجات وتهجمت عليا وضربتني وعايرتني وقدام راجلي، ورجلي ما دار حتى شي حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بغيت نرفع عليها دعوة ودخلت العائلة وقالوا لي صافي غير تنازلي. تنازلي حيت جات ضرباتك؟ تنازلي باش راجلك ما يتشرجرش. شنو تيقول راجلك في الأمر؟ شنو كيقول؟ هو بقى كيرغبني باش ما نرفعش دعوة باش هو ما يتشرجرش. وملي ما رفعتش دعوة وصفيت معاه القضية وتنازلت وسميت التماثل، وفي ديك الساعة ولا في الدار عادي ولا، وقال لي سمحي لي وصافي على ذاك العلاقة ديال عام. قال لي الله سمحي لي وصافي، قال لي سمحي لي باش ما نرفعش عليه دعوة وصافي. شحال في عمرك يا كرام؟ 27 عام. وزوجك شحال في عمره؟ 28. مستوى الدراسي ديالك؟ انا هكا ماستر. كتخدمي ولا غير؟ كنخدم. راجل خدام؟ خدام تاعو. كيفاش تزوجتوا بنتي إكرام؟ ما احنا كنا كنعرفوا بعضياتنا قبل الزواج. وانا اختاريته وهو اختارني. وصافي ملي قررنا نتزوجوا صافي جا الدار مع خدامين نزوجوا، زعما بجوج خدامين ما عندناش شي مشكل فينونسي ولا شي حاجه، صافي جا نتزوجوا خطبني نتزوجوا. وما كنا كنبغيو بعضياتنا، ماشي كنا كنعرفوا بعضياتنا مزيان. في هاد 4 سنين ديال الزواج واش ما بغيتيش تحملي ولا توخر عندك الحمل؟ نعم. في هاد 4 سنين ديال الزواج واش تعطل عندك الحباله ولا ما بغيتيش تحملي؟ هذا مشكل اخر، هو رجلي ما كيولدش. حيت راه بان ليا كاين شي اشكال اللي محمقاه تما. انت كي درتي مع هذه المساله؟ كي درتي معها؟ نعم. هذه المساله ديال زوجك ما تيولدش، واش تقبلتيها ولا؟ هاد ميعاد عام باش عرفت انا هو اللي ما كيولدش، حيت ما كانش كيبغي يمشي معايا الطبيب، ما كانش كيبغي يدير التحاليل، وما كان كيبغي يدير حتى حاجه. ودابا انت تقبلتي هاد الوضعيه ولا كيفاش دايره امورك مع هاد الوضعيه؟ انا تقبلت، انا مازال كنت عالج زعما، قلت نتعالج يمشي يشوف الطبيب، بغا خصو يمشي يشوف النيورولوج ويتبع ونشوف. انا زعما ما تخليتش عليه، عمري تخليت عليه، بالعكس هو اللي. بنتي اكرام. نعم. بنتي اكرام. نعم. في اخبارك بان بعض الامور ما تيمكن ليها تصدق ولا تسلك الا بالقوه. ما كتسلكش بعض الامور، ما يمكنش تهرس صخره بمطرقه وانت كتمسد على الصخره. شد بقات مسد على هذيك الصخره الجديد تتعيا. الا ما هزيتيش المطرقه وهزيتي يدك للفوق بالجهد ونزلتي عليها بالجهد ما تهرسهاش. دابا ها هو يجرب واحد قالب السكر شدو بدات تمسد عليه، والله لا عمرتي بردت. كتشدي هذيك اليد المهراز النحاس وتتقادي مع ذاك القالب السكر وتعطيه ماق كتقسمو كيتهرس. شنو باغي نقصد بنتي اكرام؟ شنو باغي نقصد؟ بانك انت يا بنتي عندك واحد الطريقه، انت بنت من اصلا مربيه مخلقه مأدبه حتى وليتي عجينه مرميه في طريق. سيدي ربي دار البيضه ودار لها القشره باش المح ديالها الدخلاني الصفر تحميه القشره البرانيه القاسحه. دار لينا العين ودار لينا، دار ليها الجفون ديال العظام، دار ليها واحد الغار العظام الخشيه وسط منه. ملي كاين شي واحد يقرب لك عينك كتغمضها كيلقاوه بعدا دوك العظام الفوقانيه والتحتانيه، العين ضرقه لداخل. ودرنا بحال العينين ديال الحوته تفرج على اللي جاي يحك صاحبو عينه طرق لي عينه. فهنا عفا بنتي منتي ما مشيتيش جمعتي صيغه القوه، تتسحابي الحياه غادي تعاش باش بالاستقامه راك عندك، بالاداب عندك، بالاخلاق عندك. شنو اللي ما عندك؟ ما عندهاش المخالب، ما عندهاش النياب. ندير المخالب وندير النياب وما عمري استعملهم. وين نديرهم؟ نهار نحتاجهم نخرجهم.
اما الا ما درتهمش وما درتش النياب وصحاب راسي انا عايش مع الناس بحالي وما يوقف عليا واحد ها يوقفت عليا واحد عند النياب يوقفت عليها يعني بكل جرأة هي تخيل دارها دارها وتخيلك وشدت لها بحال شي عروية شعرها مزيان وتلتف لها شعرها بالكيلو هاك وتخلي لها الحفاري في الشعر يقول لك دابا الدريبي تاعي تاع العنف جاي عندي العقر داري والضربي فيه ونتفرج فيك شنو نسربي على وقيله تمر الحليب ياك تمر الحليب ونقول لها مرحبا بك وجلس نذاكروا ونفكروا نشوفوا شنو هذا الموضوع نعود لها شعرها مزيان ونهايه الشرطه ونشد لها شعرها فلان حك يجيو الناس يفكوها مني بزز جاي العقر داري زانيه عند محصنه تسبها وتضربها واش كتنتظر هي كتنظر ان الدفاع يجيها من زوجها طلعت بنت الاصل والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ طلعت بنت الاصل ربحات طاحت عندنا حنا كانت حريره اخرى حريره ما جات عندنا حنا جات عند الحمام الابيض راه كاين الحمام وكاين الصوره طاحت هذه في قبيله الحمام الحمام زيكيد ما عنده منقار ما عنده ضفار حدو تيعرف يمطوط ويدور هادشي كتعرف دير وحنا ما غادي نديرو ندير عاو 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 علاش في الهيت حنا عربيتنا وريني وحشك الرعبه عاو 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 راه دياب هادوك بغيتهم يكون جرو تهلا فيه تكرفت عليه ولا كذب ووريك حاجتك في الحق ماشي في الظلم في الحق قسم مقدس هاد المغرب مغربك كلهم كيوليو دياب كلهم والتاريخ كيشهد ويسول التاريخ اللي ينسى يمشي للتاريخ عاللي يسخن عليه راسو يمشي لتاريخ المغرب ويراجعوا شويه قلب 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 ويشوف واش معركه واد المخازن المغاربه هربوا واش من اللي جاياهم عرام رام جيوش بعرام رام جاهزه واش المغاربه هربوا ولا مشاو احتفتوا العلماء بان المغاربه معفيين من الحج بكثره الوجهات الجهاد جبهات الجهاد اللي تفتحت في المغرب في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال جميع مناطق المغربيه كتجهاد العلماء العالم الاسلامي قالوا ودي هاد راه ما غنقدروش نقولوا المغاربه اللي محجوش راه معفيين من الحج تعفاو المغاربه من الحج المغاربه تيحماقوا على الجهاد تيتسطاو عليه وجهاد حنا ماشي جهاد صغير المغاربه جهادهم كبير ما كيخافوا من حد الا شي واحد خلعهم عام كيقصروهم عام كيشطوا مزيان الا شي واحد استفزهم يردوا ليه البال مزيان يحطوه في عينيهم مزيان يقشعوه وراه كيحسبوا ليه ما تحسب ولا مشاو تناضوا راه ينحيوه هو واصلوا اصل جده ما يبقاش عنده الشجره فلا وجه الكره الارضيه ما يبقاش عنده فهنا لان الاكرام خاصها توري صيغه القوه حتى اللي كيخص الواحد باش يتزعزع حتى اللي باش الواحد يتزعزع شنو خصو حتى الواحد يدخل ليه دار ويهز ليه حوايجه ويدي ليه فلوس وشنو خصو يتزعزع شنو خصنا نديروا الحد الاشياء خصها واحد الجلسه بعدا مع راجلها راسها في راسو حتى هو ما تصرفش تقول لي اخويا جنبي معك اجي نتفنت معك الله يرحم باك اش كتعني اخويا انا سامحت انا تنازلت انا كدا شنو وصلنا اخويا شنو وصلنا حيت عندك جوج حلول يا اما تغضب غضب سليم وتبقى صحيح اما تسكت وتمرض كيف يقولوا ما بدوك نرد في قلبي رد في قلبك تمرض تغضب الغضب العشوائي ما صالحش ونس نعلمها الغضب السليم الغضب السليم هو هذا التنازل وتنازل الناس ماشي مشكل طلبوها الحباب وكبرات بنت الاصل ولكن اخويا واش كاينه علاقه ولا ما كايناش ما كتولدش وكتزني اش كتعني كتعني ان زوجها تيقلب دائما يهرب المسؤوليه ديالو يهرب المشاكل ديالو فملي ما حملتش المراه علاش نسولتها قلت لها شحال مزوجين قالت لي 4 سنين المعدل العام الاول كتكون صعوبه الحمل العام الاول تيفوت العام الاول تيرتفع معدل الانجاب كاع النساء العام الثاني كيبداو يولدوا نديروا كاع صعوبه في الوئام وكذا وكذا العام الثالث ملي كتوصل تفوت العام الثالث ودخلنا 4 سنين فوق تما كتبان علميا بان كاين مشكله غير سولت شحال المده مزوجين 4 سنين الانجاب واش انت اللي ما بغيتيش تحملي اولا وهي تقول سكينه علاش انا فيت سولت هكا لان احنا عارفين بان لا سيكسواليتي سي ان ايفاكواتور دو لانغواس شنو هو النكاح هو تي
يفجر فيه الانسان المخاوف ديالو، فكيظنوا بعض الرجال واحد الذكور واحد العدد منهم بان راه طاقه عندهم، كيسحبوا طاقه، ما عنده القدره يجمع بزاف النوبات وين كيحبس كيسحب طاقه وكيتفاهى بها. وحنا والله الا كنعرفوها بانها طاقه من وراها الخوف، حدو يجيك الامن وحدو ما تبقاش تهرب فيها، وشوف معدلك فيها شحال غيولي. سيده زارتني غت حماق، رجلها كيجامعها عديد النوبات في كل ليله يوميا. مرضات السيده، مرضات قالت لي استاذ انا غنموت، واش ناذن ليه يتزوج مره اخرى؟ واش شنو راه ملي تنجلس معاه تيقول لي انا ما باغيش نتزوج مره اخرى، انا كنبغي مرضي وانا عطاني الله الطاقه وكيفتخر. وانا نقول لي مد لي يدك، ومد لي يدك، قلت لي الا عدتي فتي ان شاء الله مره ولا جوج في الاسبوع الدريبي يدير فراشه ويبيع السردين في مارشي سونترا اريدك. قلت لها انت انا وياك كنحلفوا بجوج، كنحلف قلت لها بلادي لا اله الا هو، الا عاودتي فتي المعدل ديال جوج في الاسبوع تلقاني ندير فراشه. ماشي تما مازال عندهم محل مارشي سونترا، عندهم هذيك الحوايج فوق، وقلت لها غندير في الارض الارض ونقي السردين على ركابيه المواليه والسيادي، لان طلعت ما كنعرفش. قلت لها انا نوريك واش كتعرف. شديت السيد حلت لي حياتي كلها، الديون هنا، مشاكل في القضاء هنا، مشاكل في الاداريه هنا، مشاكل هنا 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 هنا. حضرنا موالي الحال، اللي كونتابيليتي نعيطوا ليزيكسبير كونتابل، اللي المحاماه نعيطوا للمحامي، اللي كذا اللي كذا، تبعناه عامين وحنا في اليوم. جابينا الميكانيزم كله الفوق ديال طراق عاد دخل البوزل، هذا مع بعضه هذا مع بعضه هذا مع بعضه هذا مع بعضه. نسينا الموضوع بقاش كندوي فيه، ولينا ندوي في حوايج اخرين. أمدرا فين وصلت الأفكار كذا، أمدرا فين كذا، أمدرا السيدة جاية عندي واحد النوبة مستدرة ولا المعدل جوج في الأسبوع. قلت لها راه مازال ما فتحتش مع الموضوع، أنا ما سمعتش وأنت ما قلتيش لي، الله يعاونك. يعني دوك تراكمات المخاوف اللي كان عندك بوم في الطاقة. علاش كيكثر الفيول في لاكار؟ علاش كيكثر الاغتصاب في الحروب؟ واش تا جندي ديال السلاح؟ واش تا مخك اللي تيري فيك واحد يقتلك ولا مخك في سروالك؟ علاش كيكثر الاغتصاب؟ لأن المخاوف سيت اون بولسيون بريمارية. اون فوا تدخل لونغواس لا بور، حنا الخوف فينا كانسان كيوترنا، تطلق الادرينالين، كنولي الانسان بواحد الحاله استنفار، كيولي واحد الانسان فواحد حاله الضغط ما كيقدرش يزقيها، عنده جوج من الوسائل باش يزقيها، يا اليوغا يا الصلاه. هادو هما جوج وسائل باش كتزقى. واحد كيدير اليوغا كيمشي كيدير بوزيسيون ديال لوتوس، كيدير لوريونتاسيون ديالو، ريسبيراسيون ديالو كيهبط لا كادونس. المؤمنين كيتوضا، كيصلي كتهبط لا كادونس. تخيل حنا كنفيقوا الصباح، نشرب القهوه، نشرب اتاي، كمية الكارو، المنشطات، السرعه، تنطلع على الوتيره من 10 92 كدا تتهبط انت، كدا تهبطها، لا سيكسويتي كتهبطها بسرعه من 190 صفر. كيعاش الانسان كتهبط، فهي من وسائل اللي خلقها الله باش اللي حصل حصل، كاع ما عندوش الذاكره ما عندوش مخ، كيمشي لها بحال شاصدو، كيجر هذيك طر كيتكب الماء في جسمه كيخوان الريزرفوار كيبرد. فهي انت كتحب البنادم راه فيها عايش صيغه المتعه، شكون اللي كيعيش فيها صيغه المتعه؟ اللي عرف وهي الخوف راه المفرد الجامع، راه كاين مخاوف والمخاوف راه كاين المعروفه كاين اللي ما معروفاش. علاش ما كتخرج عند بعض الناس دي فوبيا ما عارفش الاصل ديال المخاوف، فكتبت تمثل لي في الظلام، كتبت تمثل لي في المنام، كتبت اما كون يعرف الانسان الخوف والمخاوف عرفتي كيولي ولا. فهنا السيد مشى هرب، هذا ماشي شجاع، هرب. فباش يمكن ليها شحال من ناس وعائلته زوجوه ربما باش يثبت وباش يدير دار ضعف. هذه بنت الناس عنده الزهر، دابا خصو يعرف قيمتها، خصو يعرف قيمتها، وخصها هي تعرف عليه، خصها تعرف انها تكون موقف. اول حاجه خصو الكفاره. اشنو هي الكفاره؟ المضمه كتسوى 10 الملايين الفوق. انا كون كنت با ولا خالي نوريه. خاصك وليدي الكفاره باش نرجعوا لك البنت، راه معاه ما نطلبوهاش منه، ولكن نرجعوا عليه في روحها، حيت دابا راه في روحها راه مخاصمه، باش تصالح معاك الكفاره. كان كيربح مويه نطلعوا ليه 10 ملايين، كان كيربح مزيان 100 مليون. السيدة جات عندي، راجلها دار الزبلة قدا قداش لاباس عليه، ما خرج من المكتب تخرجت الفيلا في سميتها، فيلا تتسوى 700 مليون، 6 مليون ديرها،
قلت لها تكتب سمية الشريفة هذه القيمة المادية بروفيسور كفارة فاش كفارة ما في العلاقة ها فاش كتكفى فاش كتفيد. الله تيقول لنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. علاش الراجل كيمشي لعند الزانية؟ علاش كيمشي كيلقى الموت عندها سواء مزوج أو لم مزوج كيمشي عند الزانية؟ زين الزانية ما كتقومش بعملية المعاشرة بالمجان، تتقاضى مبلغ من المال. لقيت اللي كتقاضى الزانية، اسمحوا لنا الله يخليكم في هذه ايام العيد المبارك تنجدوا المواضيع، ولكن احنا لا حرج باش ما نخليوش الشيطان ديال النفس والشيطان ديال الانس والجن يدخل لينا هنا. هذا هو الغرض. اللي كيمشي لعند الزانية وتعطيه مبلغ من المال كتكتب ليه في نفسه خاصني ناخذ منها المتعة اللي قدر الفلوس اللي حطيت. هي كتقول لي واش شحال تخلصتي؟ ايوا دبر راسك. تيولي كياخذ المتعة المفتعلة، تيولي تيوهم نفسه بانه معها هي كيلقى المتعة اكثر مع مرته، لانه تيقلب يجيب قد فلوس الاخرى مسكينة فابور. يعني الزوجة ديال فابور نكاح من عليك. لهذا كنوصي لالياتي كنقول لكم ديروا الدماج ديال الذهب، خذوا من زواجكم شويه الفلوس، خذوا من زواجكم شويه ديال 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 الخواتم باش لقيت اللي هو تيبغي يفن عليه. علاش دابا كتلقى الراجل اللي واخد الحره ملي تيكعه وكيدير الزبله كيمشي يجري عند امها وباها وخالها وخوتها يطلب الرغب باش يجيبها؟ علاش؟ نعرف قيمتها حتى كيدير الزبله. اما في الايام العاديه كيهملها كيحقر. فلقيت اللي كتكون هي ذكيه وتترشم، كنقول حنا رشيم، راه يا حبيبي خاتم عطيني عافاك مكانه، وما كاينش ديال ريحه هاد الشهر، ولا لا عندك الروايح، يا على وتا شغلك، وانا بغيت تجيب لي وحده اخرى، جيب لي الكريم، جيب لي كذا. لقيت اللي هو تيمشي وتيبغيه كيتفكر لانفيستيسمون، راه استثمار حطو تما، راه فلوس. نفسنا تتحماق على لامورتيسمون. شنو هو لامورتيسمون؟ دابا انا عندي واحد الاله شريتها، واش نبغي نخدم بها كل نهار ولا نبغي نخليها مره في العام؟ نبغيها تكون في يدي كل نهار. ما قالنا شريتها نبغي نلبسها، حوايج شريتهم نبغي نلبسهم، صباط شريتهم نبغي نلبسو. تخيل باقي ما لبستوش جا خويا قال عطيه ليا، ماشي بحال واحد لابسو قال لي خويا عطيه ليا، غادي نقول لي بغيتي جديد. لهذا قال لنا الله ان تنفق مما تحب. علاش قال لنا ان تنفق مما تحب؟ لان شكون اللي كيقدر يعطيك جديد؟ عالم جدوب اللي طالع للسما السابعه، اولا هذاك اللي ما بقاش يوقاش حال نفسه. مستمعينا معنا فاصل اعلان قصير ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر من خلال برنامج بكل وضوح، غادي نواصلوا باقي المكالمات. معنا عبد الصمد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي عبد الصمد يا دكتور كيداير؟ مرحبا سي عبد الصمد، مرحبا بك. انا راه كنتصلت بك غير مؤخرا يا دكتور. مرحبا. انا اللي كنت قلت لك احنا في الخدمه كنتجمعوا في الصباح وكنسرو هكا. مرحبا بك على النصائح ديال الدكتور الدريبي. مرحبا بك. هذا داك الوليد عندي اللي كان كيتبوا في الليل الا بقيتي عاقل. اي عقلت هي هي. مرحبا. عندي واحد السؤال يا دكتور، ما غاديش نفس القضيه اللي قلت لك المره باش ما نتمسحش عليك بلك اللسان. التعبير عند العرب هي بلك اللسان. واخا سيدي وعندك وعندك نشد لك القنط اخرى عندك. دكتور الله يجزيك خير. بغيت نسولك على الوليد، هذاك الوليد ليش؟ دابا انا عندي تبارك الله 102 وليدات، الوليد هو الثاني. لاحظنا في يعني في السلوك ديالو في الدراسه ديالو انه ثقيل، يعني هو تبارك الله ذكي مزيان، ولكن مثلا اللي قلتي لي دير حاجه خصك تبقى تقول لي خمسه المرات ولا سته عاد باش يديرها. ومثلا في الدراسه ديالو كتبغي تراجع مع الام ديالو وداك الشيء، يعني ثقيل الحاجه باش يحفظ لها مثلا غير واحد الباراغراف خصو ياخذ مده طويله. وبورتو ملي كيمشي للامتحان وداك الشيء سبحان الله العظيم كيجي كتقول لي ما انا ما عرفتش هاد النقط منين كيجيبو. يعني كيجيب نقط تبارك الله مزيانه 8 9، ولكن زعما ثقيل في ليكزيكيسيون ديال ليطاش، يعني الا عطيتي شي حاجه خصك تقولها خمسه المرات باش يديرها. ودي فوا كاع بعض المرات كان يصعد من الصوت ديالي باش كيعرف انه راه الامر قليلا كتسخن شويه. كلية بالنسبه لك نعم، هاد اللي كتوصف تقولية دابا حيت النتيجه هي عندك، المردوديه الدراسيه هي كاينه. نعم. اذا علاش بغيتي تغير ليه الوتيره؟ لا حيتاش كنقارن دكتور، ما عرفتش واش خاطئ في هذه القضيه ولا كنقارن مع الاخت ديالي، بحال دابا الاخت ديالي الكبر منه تبارك الله يعني قافزه وزعما الوتيره باش كتمشي هي فيتاه بزاف. دونك حنا دابا 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 الى شديتي الدوفان مع سمك القرش نعم، شكون هو اللي يسرع فيهم؟
دوفان مع سمك القرش. شكون اللي سريع فيهم؟ القرش لا دوفان. دوفان سريع الحركة. الدلفين سرع من سمك القرش. ولكن علاش سمك القرش كيصيدو؟ عنده التقنية. كيفاش هالتقنية؟ يعني وعنده السلاح أيضا. التقنية ديالو أنه تيعضو عند مؤخرة الديل، تيهرس ليه الزنطيط ديالو، ديك عنده بحال القدافة هذيك الديل ديالو كيعضو في المؤخرة، كيهرس ليه تم، كيبقاش ما كيبقاش يقدر يعوم، كيغرق، كيف تهرسو؟ شي دابا هو السريع مع البطيء. سمك القرش ما كيضيعش الطاقة ديالو، كيمشي بشوية. إلا عند الهجوم تيقدر يقطع 16 متر في الثانية. في لحظة الهجوم تيقدر يقطع 16 متر في الثانية. أما في العادي تيمشي واحد المسافة ديال جوج الأمتار ثلاثة في الثانية. سمك الدلفين تيطير. الأخراج كيجي. كيجي لواحد البلاصة فيها الظلام تحت منه. وتيبقى واقف معاه، هو عنده الظهر كحل والآخر عنده البطن أبيض. كيبقى يبان ليه بحال شي نجمه كدور فوق منه، هو كدور كدور تيجي لواحد المسافه تيسرع في هذيك المسافه تيعضو وتيصبح مفترس. فدابا هنا اش كيقول لي؟ يقول القران. نعم. ليس الذكر كمل كالانثى. علاش؟ علاش وفاش؟ خصائص الفيزيولوجيه والبيولوجيه ديالهم مختلفه. ومالك انت كتقارن بيناتهم؟ لا راه انا قلت لك هذه القضيه ديال المقارنه، راه قلت لك واش خطات فيها ولا لا؟ خطا اصاحبي، ما خصناش نقارنوا. الله يهديك، لك تقارن؟ علاش انا مشيت لك للضفه مع الركان؟ علاش دابا انت كتقارن الذكر مع الانثى؟ راه طبيعه الحال خطا، وما خصكش تخلي الانثى تجرو يشبه ليها، وما تخليش الذكر يجر الانثى تشبه ليه. خصهم يصاحبوا بعضهم البعض. اوكي، كل واحد الوتيره ديالو، كل واحد الخاصيه ديالو. على دابا ياك عقلتي ديك النهار ملي درت معاك العباله لا سلام، ملي قلت لك عندنا السهم وعندنا الهدف، وبغينا نخليو جميع الامور هي وتمشي هذاك السهم بالتقوليه، شنو بدلنا؟ الهواء رديناه الماء. او تتشوف كيتقاد السهم لان الفلويد ليكيد كيفراني، تو نو با بينيتري. فكذلك الذكر، الذكر هو جمل والانثى طير. الالوان، الخفه، الرشاقه، الذكاء، حل الزوج، نذكر في سوره يوسف حل الباب ويتحط له فتوى قضائيه، البواني باقي لا ورك تحل الباب، اعطاته فتوى قضائيه قانونيه، اعطاته الفاعل واعطاته الجريمه واعطاته، وبقى دابا الفتوى اللي عطات هي الفرق ما بين الحبس والسجن. سولوا صاحب القانون قالوا شنو الفرق ما بين الحبس والسجن؟ اعطاتها السيده اللي مذكوره مع سيدنا يوسف بهذه السرعه هذا كيتسمى الدهاء. لهذا القران الكريم ان كيدهن عظيم. ما معنى الكيد؟ هو سرعة الإيجاد الجواب الصحيح والتعبير عنه بدقة. واخا بروفيسور إلا سمحتي معنا فاصل ونرجعوا ونواصلوا باقي المكالمات. ورجعنا لكم مستمعنا، أنتم في الاستماع دائما للبرنامج بكل وضوح. تفضل بروفيسور نكملوا معاه في الصمد. التحفيز هو كيكون واحد الأخ ولا واحد الأخت كيعرف شي حاجة، ملي كنشوفوا واحد ولدنا واحد آخر ما تيعرفش بحال خوه ولا اختو، ما غنقولوش ليه وكون بحال اختك ولا بحال خوك، ها هو تيعرف لون وصعره. تانت ان شاء الله تقد عليها ولدي، الحمد لله اختي قدرت عليها وخوك قدر عليها، تانت ان شاء الله تقد عليه بشويه عليك. المحفز هو واحد وصل، والا علاش كيمشيو هذوك الناس للمغامره يتسلق جبل تليجي ويطلع القمة ديالو؟ علاش؟ والله جازيهم عنا خير، وتنحيي الشاب المغربي اللي تاهو قام بهذا الإنجاز. شنو دورهم؟ مشاو جابوا لنا الأكسجين؟ مشاو جابوا شي مادة بعنا وشرينا فيها؟ أعطانا رمز، قالوا لنا رمز يمكن لكم توصلوا، يمكن لكم تحداوا الصعاب، يمكن لكم ما تخافوش،
يمكن لكم تفائلوا. شوف دابا حاليا في الايام بعد بداية 2015 قناة عمومية فرنسية من اكبر القنوات في برنامج كبير جدا تيمشي وتيديروه في البحرية العسكرية الفرنسية في باخرة حربية كبيرة تم دارت سهرة وجالسين الجنود وتيجيبوا لهم الفنانة وتيعبروا عن تآزرهم. اش من ارقام كيذكر الصحفي في البرنامج قال لهم شتي هاد الباخرة هادي كيتسربا فيها 4000 وجبة طعام في اليوم. سول هذاك المشرف وجابوا كاع الناس اللي كيشتغلوا في المطبخ اللي عمر شي واحد شافهم ولبسهم احسن لباس اصابي لا ستركتور دو لومبليماتيك الناس اللي كيعرفوا وقدوهم وصفقوا عليهم قالوا لهم واش كديروا لهم دائما نفس الوجبه. قال لهم المشرف على هذاك العمل قال لهم الطيار كيطير وكيقوم بنفس العمليه يوميا الميكانيكي كيقوم بنفس العمليه يوميا كل واحد كيردد نفس الحركات يوميا. قالوا عندنا واحد الروتين احنا كجنود ما كنجتهدوش الرادار كتعاود نفس العمليات السلاح نفس العمليات. قال لهم هاد الناس كي غنبدلوا لهم الروتين الا في المطبخ خاص الاطباق تبدل خاص الاذواق تبدل. قالوا لهم الطريقه الوحيده باش احنا كندخلوا لهم تجديد هو في المطبخ وما نقولكش اش داروا لهم بالتحيات اش داروا لهم اه وتيقولوا لهم اش من الفنان بغيتوا تسمعوا اش من الموسيقى بغيتوا تسمعوا. علاش؟ لانهم تيبينوا مجتمعهم انه عندهم صيغه الامن حاضره. اللي كانت تمنيت شخصيا وتمنوا المغاربه انه يكون شي نهار يوم جماعي للنساء الامن يوم نديروا الجماعه جماعه جماعه مدينه مدينه يحييوا فيه المغاربه وي وي ويتلاقاو المغاربه زوجات رجال الامن اللي بفضلهم المغرب محمي لان لحمينا الزوجه وتحمل وليدات رجل الامن تؤدي واجب ديالو هو على احسن اداء فيه هنا له البال. ولكن اذا لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا فاطمه الزهراء من وجده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير عليكم دكتور المامون. مرحبا لله فاطمه الزهراء والاخت عفاف. مرحبا لله. سكينه معك. سكينه مجيده سكينه اسمحي لي. لا سكينه لا عفاف معك. عفوا انت انا تقلب كاين بجوج مقلوبين كنحيي من سكينه معك انا ونسيت طحفي لي معايا 100 عام بغيت تقول سنه ومعك. ايوا اش تهلا فاطمه الزهراء انت قلتي لي سميت بنتي وانا نتقلب. مرحبا لله. مرحبا فاطمه الزهراء تفضلي. مرحبا عواشركم بدا علينا وعليك جزيل الشكر مرحبا بك ونشكر الطاقم التقني. مرحبا لله وهذه الاذاعه بصفه عامه اللي كنستافدوا منها. مرحبا لله. شكرا. نقول لك دكتور زعما هذه مده وانا كنتمنى انني نشارك معك في البرنامج. مرحبا بك. يعني كانت بحال شي حلم ولا شي امنيه هي تحققت. مرحبا بك لاله. مرحبا بك. وسعداتك والله سعداتك بزاف يعني تبارك الله محبوب عند المغاربه كاملين. بارك الله فيك اختي الله يقدرنا. كيعاودوا عليك الزينة وكل شيء كيبغيو كل شيء. لا الله احبكم الله ورسوله اختي. مرحبا بك لالا. لك دكتور. تفضل اختي. لكن دكتور قبل ما نقول لك المشكل يعني اذا كان ممكن بغيت نتواصل معك سواء بايميل ولا بالرقم ديالك اذا كان ممكن. واخا ملي تكملي التساؤل ديالك نرجعك ستوندار. شكرا حيت عندي واحد المشكل ما بغيتش. ما كاين مشكل. مرحبا تفضل لالا. دكتورة انا يا مهمة انا سميتي فاطمة الزهراء سن 26 سنة. حصل على دبلوم في التمريض. تبارك الله. الله يبارك فيك. كتشتغلي؟ 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 لا مازال ما خدمتش باش كنتسناو هذا الامتحان ديال الدولة. شنو نقول لك المهم انايا مقبلة على الزواج يعني العقد ديالي. كتقطع الصوت فتما. الو تفضلي. الو تفضلي. قلت لك دكتور المهم انايا مقبلة على الزواج. يعني درت هذا العقد ديالي يعني مازال ما يعني مشيتش لداري بحكم يعني تقاليد وظروف يعني مازال ما
فاطمة الزهراء إلا سمحتي الله يخليك خليك معنا وغادي نتوقفوا للحظات معنوين أخبار السابعة مساء رفقة جواد الطاهر. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما رفقة البروفيسور ميمون مبارك دريبي. نكملوا مع فاطمة الزهراء. بروفيسور من وجدة بقى معنا؟ مازال معنا فاطمة الزهراء. ويلا لا مرحبا بك تفضل. شكرا دكتور الله يجازيك بخير. شنو سؤالك؟ الله يكمل بخير. كما قلتي كتنتظر الكونكور. انا نعاود لك المشكله عندي انايا. قلت لك انايا في عمري 26 سنه مهم باقي ما خدمت مقبل على الزواج يعني الله درت العقد ديالي. واش غادي نقول لك الزوج ديالي يعني تزوج انا يعني ديجا كنت كنعرفو صافي شي 5 ولا اكثر. أنا ما تفكرش فيا ولا ليه سمحوا لي. ماشي عليك كاين مشكل. ربي يخليك. ماشي دكتور يعني أنا الشخصية ديالي كتسم بواحد الصفات وربما دوك الصفات شي مرة كنحسهم بحال اللي كيكون عندهم واحد التأثير سلبي على عليا أنا. من بينهم مثلا هو شي مرة مثلا كيكون يهضر معايا كيقول لي شي حاجة شي حاجة مثلا دارها لدارهم ولا المهم عم تيجا دارو بحال اللي كيبقى فيا الحال ورغم اني ما تقدرش نقول له لا ما كانش عليك تقول لي هادي ولا ما كانش عليك دير هادي يعني بحال اللي كنخليها في خاطري. كذلك كنسامح في حقي بزاف يعني بحال يعني دائما كنبقى نقول معليش 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 كن يعني متسامحة. باقي ما صغتيش السؤال. واخا انا زي نقول لك وشي مرات كنكونوا كنناقشوا شي حاجه صافي يعني كنبينوا انا اللي ما راضيش على ديك الحاجه مثلا اللي وقعت بيناتنا ولا اللي دار ولا كيقول لي خصك ما تبقيش تغضبي هذا الغضب ديالك راه ما صالحش وما غاديش يعني ما مزيانش في الحياه ديالنا. مدخل ولا مازال؟ نعم مدخل معاك ولا مازال؟ دكتور الله يهديك. لا واش صغتي سؤالك؟ انا كنتظر تكمل صيغه السؤال ديالك باش ندخل. واخا المهم انا المشكل اللي تقريبا اللي عندي هو انني شي واحد الحاجه اخرى ما قلتها لك بحال شي مره مثلا يقول لي مشيت لشي بلاصه ولا هادي ولا كان كيبقى راسي عامر الله يسب الافكار هكا والشيك والدونون. رغم انني ما كنقولوش ولا كان دابا سردتي وضعيات وقعات في واحد الاحداث عشتي فيها ولكن باقي ما صغتيش واحد السؤال. ما عنديش صوره فوتوغرافيه على البنيه الفكريه ديال لاله فاطمه الزهراء ما طلعتش. عندي سرد ديال الاحداث اللي معنيه بهم انت ولكن السؤال اللي هو ان كارتوغرافي مومونتاني بحال واحد الصوره ديال واحد القمر الصناعي ديال ساتيليت كيدوز فوق واحد الشارع وكيعطينا صوره لحركه المرور ماشي هذيك الحقيقه ولكن في هذيك اللحظه اللي خدات الصوره هذيك راه حقيقه ديال اللحظه. ثانيا لاله فاطمه الزهراء تستعمل بزاف مصطلح ديالي درت العقد الزواج ديالي تلاقيت الزوج ديالي كتخدم بزاف بديالي وجوج نوبات اللي استعملت انا قالت نفسي وشخصيتي اما ديالي ديالي موجوده بزاف. شكون اللي كيسبق؟ واش لو سامبوليك ولا لو غيال؟ الوليد صغير ولا البنيه ما بين 10 شهور وعام واربع شهور كيولي كيعرف بان المحفظه والصباط الى هز باه المحفظه ولبس الصباط كيعرف باغي يخرج. فتلقى الدري في 12 شهور كيهز يدو من هذاك الفراش ديالو للميضع ديالو تيبكي ما يدو لبا كيشوف ملي كيدخل با وتيحط هذيك المحفظه وذاك الصباط كيعرف با يجلس. كيبدا يعرف ما بين هاد 10 شهور و 14 شهر باقي ما كيعرفش يهضر مزيان كيعرف بان التقاشر كيمشيو مع الصباط كيعرف بان الطوموبيل كتحل هذاك الساروت كيعرف بان التلفازه كتحكم فيها هذيك التيليكوموند اون ابيل سا لا نوسيون سامبوليك كيعرف بان البوشونه كتمشي مع القرعه فكيبقى يقلب يحط هذيك البلاقه فوق القرعه 10 شهور 14 شهر
لاكيزيسيون ديالاش لا نوصون سامبوليك باقي ما كيهضرش يلاه بدا كيقول كليمات نوصون سامبوليك السابقه. دابا هنا عندنا صيغه انا وانت لاكيزيسيون ديالها عند بياجي ليغوسونتريزم كلشي يتمحور حولي راح ندير لها حلقه ما بين 8 شهور و 18 كتكون تما ليغوسونتريزم. دابا شي فين ما مشينا عند العلماء كتلقى التسميات مختلفين ولكن معلومات مختلفه ولكن كتلقى لي زعك بحال بحال. سمينا لكم واحد الاستاذ قلنا ليه سميتو لو ماتاسا صباطي سروالي مي ما ما فواتور تا فواتور تا فواتور. خدينا لي برونو بوسيسيف شوف كتسميهم اللغه الفرنسيه لو برونو بوسيسيف اسماء او شبه اسماء التملك. وشنو هو ديالي انا سي با ان برونو بوسيسيف. فلالة فاطمة زهرة ميتة على شي حاجة سميتها التملك ميتة بوجنيبة طالق ستة رجلين وثمانية رجلين فكشرت في بحركة ثمانية ضيق ديالي ديالي. فدابا هنا باقا راجلها ما جابهاش الدار وشاف هذه راه هذيك الماق. تخيل واحد هذا راه طبيعي في النساء عندك ما تخلعش يعني في الاول قلت لنا واحد عامين ولا ثلاث سنين ديال دابا انا غير كننبه كنعطي كنعطي المعلومه لان العقل الدور ديالو تعطيه المعلومه كرد البال حاجه ما تعطيش المعلومه وتبقى كيجاهل كضحك عليه النفس. راه قلت لكم كيمشي واحد دابا ولا كتمشي شي وحده في الجامعه دير محو الاميه باغا دير بالك الخير من واحد الاميه كتولي واعظه باغا دير الخير ما كنعيش بانني كندوي على الواعظه كندوي على النوايا شويه حتى كتولي السيده مخنوقه مزيره ما حامله والو نفسها خدات واحد الحاجه ما عيقش بالعقل. شنو خدات؟ خدات نفسها مقام الامامه ما قداش عليه. دابا راه هذا هو العرف ديالنا حنا كيجي واحد جايب لنا فعل نقي فعل كيلمع تنقول ليه ما وظيفه هذا الفعل في نفسك؟ داك تحب نفسك راه غتقول لك الوظيفه ديال هذا الفعل بالنسبه ليها ولا ما غتقولش لك حيت لا قالت لك ما بقاش تلذذ فيه غتقول لك معنى اخر. فهنا خاصها شويه ديال البسط خاصها تشد فراسها قدام الفو فيغ دو لوطو ديريزيان ما خصهاش تكون في هذيك الصيغه ديال الوقار واحترام الزوجه ودابا الله يخليك حنا سوف نتعاشر في مرضي الله ورسوله في هذاك المسلسلات الجداد ديال تركيا لقد جاء رب البيت من فضلكم خذوا اماكنكم ولا تنظروا اليه مباشره لان في اعرافنا لا ننظر الى رب البيت في عينيه فاش تبقاو وكتجي لك شي امراه مغربيه بحال هكا وكتسحب شي بصح كتقلدو شدي في راسك قدام تقول لي فلان صحيبي اخويا وترى لقيت راسي غادي يا خويا وترى بحال شي قتل مش عبط فك وترى غتصبر معايا وترى ما عرفاش نكون مرة عاد نتعلم يعني ما خصهاش تمداخل في صيغه التمكن حيت راه هذيك ديالي 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 راه صيغه التمكن وهي فين عندها صيغه التمكن باقا عاد غتزوج يلا دارت كار فين هي صيغه التمكن راه صيغه الدهشه راه صيغه لا معرفه. راه قلت لكم راه حنا اون برودوي دي سونس دي نون سونس و دي كونتر سونس. دابا فاش فين هي في لو سونس في لو نون سونس ولا الكونتر سونس فين هو؟ الكونتر سونس هو اللي كنديرو حنا كنتكلم مع شويه كنديرو كونتر سونس كيجي كيقول هادي تنقول له هادي يقول هكا وهكا سا سي الكونتر سونس كيتسمى في ليكريتور ميوزيكال لو كانون لو كونتر كانون اللي كيتعرفيه هو فيفالدي عند العرب فهاد الاطراش تعترف فيه بعد الوهاب حاول ولاني توشى واحد النقيطات استلهمهم ونقول غا استلهمهم من البوليغو دغافي ومشى واحد ملحن نقلها وما سماهاش لهذاك اللي قاعد عليكم وائل كفور واحد الاغنيه صار بوجزين منقوله بحال اللي نقل هذاك ديال طيور الجنه يا اطفال يا حليب اشربوا الحليب منقولة
لان عندما هما راه الناس ما صحوش ما بقوش كيعرفوا، لا اللي تعرفوا باقين وغيزيدوا يكثروا اللي كيعرفوا. اصل الاشياء هذه ديال بيتاغور، هذه ارسطات، هذه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سيدنا علي، هذه ديالك انت، هذه ديالك حنا الناس كنعرفوا العنان، كنظلوا نجولوا في بحور المعرفه وكنعرفوا هذه جايه من عند هذا وهذه جايه من عند هذه وهذه جايه من عند هذا وهذه جايه من عند هذه. وشويه ديالنا كنقولوا سالي شويه ديالنا، فخصها شويه ديال اللوطو ديال ريزيا. عافاك حبيبي صبر معايا، راني دهشه، راني ما عارفاش، لان هنا في المجتمع المغربي الاسلامي الذكر شويه كيجول على الانثى تيخرج للدنيا قبل كيكون عارف شويه، اي واحد شويه ماشي بزاف. فلا حرج انها تجي في واحد المقام، هي راه غتعلم وغتسبقوا. اطمئن النساء انتم وي كتجي صغار منه كبار منها، فايتها ب 15 20 عام عارف، هي ما عارفاش. ها بلاتي راه سميتها مرآه. علاش مرآه؟ لان عندنا خلايا ميروار سميتهم لي نورون ميروار. شنو الدور تاعهم؟ كيصوروا اي حاجه يجيبوها لك مريقله. علاش دابا كتشوف الجنود كيمشيو، تنحيي حبابي القوات المسلحه وتنحيي حبابي اسره الامن، علاش كتشوف ملي كيديروا لا مارش كيمشيو مقادين؟ عندنا دي نورون ميروار، واحد كيدير الحركه واش كيشوف فيه؟ لي نورون ميروار ديك الساعه كيسجلوا يجيبها لك مريقله. المعلم خدام دقه متعلم كيشوف فيه كيجيو مريقله. النساء عطاكم الله لي نورون ميروار تيخدموا بواحد السرعه علينا حنا الرجال، لان حنا عندنا لي زوطخ زون الغيفلكس دو ديفونس لي زون ديال الانتيليجونس كينيزيك، عندنا شي زون شويه ديفلوبي اللي كتشد دابا دري وتعطيه حجره ولا مقلع يشير. العلماء درسوا الحركه الجسم ديالو، باقيين صغار كتجيب دري ديال 4 سنين ولا 5 سنين مع بنت ديال 4 سنين ولا 5 سنين كتعطيهم مقلع ولا حجره في اليد كتقول له شير على هاد البلاصه. الدري كيكري لا كورب من رجلو، باقي ما معلم والو من رجلو، كتشوف كري واحد لا كورب دو طونسيون غادا تليدو. البنت كتكري لا كورب من ليونش من جهه الحزام الفوق، كتخلي رجليها مقادين وكتكري لا كورب من جهه لاهونش ليديها، كتبقى محافظه على الصوره الجماليه ديالها ولا هو تيعواج معاها، لهذا هو كيطوعها بقوه، كيطوعها بحده، لان كيكري لا كورب دو طونسيون من الطالون ديالو من جهه الرجل من تحت من حتى ليدو، واحد لارك تيكري بلا طونسيون كوربوريل، ملي كيطلق الحجره كيطلقها كله. البنيه لا كتبقى محافظه على الهندام وكتكري لا طونسيون غير من جهه لاهونش من الفوق. العلماء درسوا هاد الانتيليجونس كينيزيك شافوها. فهو دكار عنده هذه القدره هذه، كيدرب وتيكري السيرفو ديالو الحويجات، فما تيبقاش قادر يتعلم بسرعه، كيتعلم ولكن بطيء. هي لا هي مهنيه من هذا الشيء، ما كتحاربش، ما كتقاتلش، ما كتكريش طونسيون كوربوريل، كتبقى محافظه على الكينيزيك، محافظه على الاستيتيك كينيزيك. ملي تدخل بيت الزوجيه دي نورون فخيش جداد، اش دايرين؟ تيحفظوك ودامي صح تا 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 اقصى اقصى مده نقول لك عامين، هي لا تعطلات خمس سنين، مي اقصى المده عامين، حفظاته وحفظات كاع داكشي اللي كيدير. لهذا حنا كننصحوا الرجال نقول لهم تعا خذها مساعده ديالك غتحفظك، غتحفظك تحفظ لك القيته ديالك، فوقاش كيجيك الجوع، القيته اللي انت كاعي، القيته اللي كتضحك، شتي تجيبك حساب كيف تنقولوا حنا تجيبك حساب. ولكن في المرحله قبل ما تاخذ لي زون ديال لي نورون مير وما تاخذ المعلومات راها في الحيره والدهشه. غير الواقعه ديال سيدنا ادم مع امنا حواء، الله سبحانه وتعالى علاش هي كتسمى عرفه؟ لانهم البلاصه اللي تعرفوا فيها سيدنا ادم وامنا حواء في هذيك البلاصه، فهي مكان التعارف. يروى مصادر عندنا ما مضبوطاش من ناحيه دينيه، ولكن هي روايه نستانسوا بها، ان الله نزل سيدنا ادم في الهند، يروى وهي نزلها قريبه حدا عرفه، هو غيقطع مسافه طويله، هي وصلت هي الاولى وطلعت فوق الجبل وكتقلب عليه كتشوف، تشوفوا ما جاش، كتسين ما جاش، كتسين بقات كتسين واحد المده، شو تيبان لي راه واحد الخيال ديال هو جاي، مشات فيه تخبى، شتي امكم كي دايره شي جده تخبات، السيد وصل الكل عروقاتو كتشرشر كينهس، وهي تسمع عاد جايه بحال اللي عاد وصلت من وراه باش ما تميزش لي انا كنت كتسين. الانفه ديال المرأة، شتي هذيك الانفه هذه لو نسائي يقدروا يبسطوا منها، حيت راه كاين عندكم قدرت تبسطوا منها، تقول ليه ولد عمي شوف راه وعد هل ناس وجده نساء ما عرفتي واحد الاباء عندهم ما شاء الله، فاختها تبسط تقول لي شوف اخويا انا ما تمكناش ما عرفاش غنتعلم، ودابا حاول عليا خبرني فين كتمشي. دابا ديك الحيره ديالو ديك الدهشه اللي غتجعل هذا السقف في ديالي، اذا مشات تلصقات فيه هو يتخنق،
ويلا تخنق هو بقى مزولش يولي خايف. ولا وجداته كيف قلتي يعني غير يعطف عليها يتفهم كثر. هتقول لي انت اخبرني يا ولد عمي، هيقول لي فين انت وما تشكونش الموضع، قول لي راه معاكم في البنات، حيت باش ما بقاش انا الحماق لك. انا مزوج فكره، ما مزوجاش ما مدرباش، شتي احنا نبدا بالبسط ولكن تجي الطبيعه مباشر، تجي الطبيعه، تجي الاشياء كيف كتحس بها تقولها، وملي تقولها تفيك عليه، ماشي خصو ينفذها كبرنامج. الا ما نفذهاش خصها تخلي لي واحد المساحه، وماشي تقول لي وا قلت لك وانت ما تبعتيش شنو قلت لك، غادي تولي عاوتاني في الهيمنه. معنا فاصل اعلان قصير مستمعينا ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا نواصلوا باقي المكالمات، دائما مازالين مواصلين. معنا خديجه من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خديجه اولا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. لا شكرا على هذا. مرحبا بك لاله. كنشكر اختي سناء وكنشكر الدكتور. مرحبا بك احبكم الله ورسوله. استفدنا منكم بزاف. مرحبا بك لاله خديجه. مرحبا. سبحانه وتعالى هو الغادي يجازيكم على هذا الخير لك. يا ربي امين. حنا نتوما جميع المسلمين جميع الناس. مرحبا بك لاله. اولا انا عندي 30 عام. عندي بعدي الاولاد. عندي المشكل مع الولد الوسطاني. الاول عنده 17 عام. الأول عنده 19 عام. الثاني عنده 0 عام. البنت عندها 14 عام. والثانية عندها 5 سنين. أنت عندك المشكل اللي عنده 16 عام هو اللي عندي مشكل فيه. المهم الولد عندي شوية صعب بزاف، ما كيخافش من باه، ما كيخافش مني، ما كيدير، ما بغاش يقرا. عينا معاه خرج من المدرسة بينا يقرا القران ما بغاش. عاودنا قال لك بغى حد، بغى يدير حلاقه، دخلنا دار الحلاقه. من بعد خرج خد الدبلوم وما بغاش يمشي يدير الحلاقه، قال لك ما كتعجبوش. برك في الدار ما تلاش كيدير حتى شي حاجه. بارك دابا ولا كيدور يدور، قال لي حق نمشي، غنمشي ندير نمشي للمرسى، بغى يخدم قال لك في الحوت يجرب الصنادق شي اللي بغى صافي. كي ديك الخدمه ماشي ديالك دابا، انت باقي عندك والديك، باقي زعما كاين انت تخدم، وباقي حنا منقريوك وباقي نقادين ندولك هذاك الشيء. قال لك لا هو راسو باغي، هو يخدم راسو باغي الفلوس. قول لي يا لاله خديجه، انا كيضيع. قول لي يا لاله خديجه. نعم. ان واحد السيده تقول لك سميتي خديجه عندي 36 سنه وعندي 4 الوليدات. واش بحال تقول انا سميتي خديجه وعندي 36 سنه مزوجه وعندي 4 الوليدات، شنو الفرق؟ غير مزوجه بطبيعه الحال مزوجه. ولكن عرفتي لينا انك مزوجه بالانجاب وبالعداد. فدابا هنا الام عرفت. انا مرتبك راه مرتبك. ماشي دابا اول مره كنعيط. لاله خديجه دابا انا مع مداوي، راه داوي مع العقل ديالك. خليني نلعب لك العقل ديالك فيك. ايه. فملي كتقول لنا مستمعه ان سميتها خديجه وعندها 36 سنه وعندها 4 الوليدات، عرفتنا من مقام الام مقام الزوجه. مشات للتحتاني باش تعرفنا بالفوقاني. ايه. حيت كون ما دخلتش هي المقام الزوجه دابا هي انثى. ايه. ها المقام الاول كتدخل الزوجه، المقام الثاني كتدخل الانجاب، مقام الامومه المقام الثالث. ايه. دابا هي عرفتنا من المقام الثالث على المقام الثاني. اش كتعني؟ ما عرفتش. كتعني ان شخصيتها قويه، لعبه العشره على راجلها ما خلاته فين يتحرك. بالعكس انا ما عنديش هذه المساله. زيد هذه المساله بالعكس، بالعكس انا كنحس به هو لعب عليه العشره. دابا ملي كتقولي الدري ما كيخافش مني وعادي يخاف من باه، عندي ظروف هاني جاك. لا خديجه انا راجلي اسمح لي يا دكتور. تفضل. مثلا دابا انا راجلي كان تيعيرني قدامهم. فهمتي؟ تيعيرني قدامهم هو براسو، هو براسو. والاهل ديالو كيعيروا قدام ولادو، هذاك الشيء من الصغر طالع علينا حنا. لا تا لاله خديجه عافاك، خليني من هذه النقطة هذه عافاك، باقي ما وصلناش ليها. ولدي تيخم ما كيخاف لا مني لا من باه. ها لاله خديجه هي الأولى، باه هو الثاني. إيه. دابا أنت هي واش في الفاعل مع ولادك ولا في نائب الفاعل؟ ما عرفتش. انت في الانجاب راك الفاعل. ولكن في مقام الامامه راك في نائب الفاعل. ايه. احنا عرفنا مسلمين، راه عندنا واحد العرف خاص بينا، ان الام واخا والده تتوخرها بكتف، كتولد وكتدفع من باها. كتوخرها بكتف. هو حيت معلم، الا كان معلم ملي كيشوفها توخرات بكتف كيهزها فوق راسه.
كيديرها تعيش. عديد من النساء عكسولد كتضحي اللور كتزيد ديال قدام تتحصل كتقول لي تعيشي كاع بالولاد معايا وتاتي شوف ولادك معايا كيجي هو تيولي بحال داك الكلب ديال الصيده ما كيعقلو عليه حتى كيخرج الصيد وحجب ما كيديوها فيه حتى كتكون شي مكامشه. فهنا هاد العلاقه ما بين الادوار الدور ديال الام والدور ديال الاب. القوامه الرجال قوامون على النساء فين كتعني؟ اش كتعني؟ واش كتعني انه خصو ينفق عليها يعطيها الفلوس؟ اش كتعني القوامه؟ كاين اللي بدا ما حملهاش كيف كيحملهاش لا رجال ولا نساء تيقول لك لا على خويا اش القوامه الله يخليك راه ولاو بحالنا بحالهم الرجال هاربين منها ونساء كارهينها حاجه وضعها الله ردوا البال ها اما عرفوا بحقها يا اما سكتوا اللي ما عرفش بحق الحاجه ما يقيسهاش من الاحسن اللي يوقرها ما وقرتهاش ما تلومها راسك اش كتعني القوامه؟ القوامه هو ان العنعنه طبعا هنا غندخل ديك النقطه اللي لماذا كينادي الله سبحانه وتعالى في القران على النبي بهذا الاسم يا ايها الرسول بهذا الاسم وجميع الانبياء كيناديهم سمياتهم يا نوح يا ابراهيم يا موسى يا عيسى كلهم كيتنادوا علاش؟ لان كاين صيغه النبوه وكاين الصفه ديال التمثيليه المطلقه ديال الله سبحانه وتعالى. فالله عطى الانسان صفه عامه الخلافه على الارض. ناس كي دابا كيجعلوا الحوت يتكاثر في, في 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 الحوض كيجعلوا الطيور تكاثر في الدجاج كيجعلوا الخير كيتصرفوا في جميع امور الدنيا الفيزياء النووي في كل شيء كيتصرف. هذا مقام الخلافه. مقام ان شكون اللي كيمثل الله على وجه الارض النبي صلى الله عليه وسلم. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك لاحظوا معايا الحباب ومنك واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك منك تنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بقي جامع زاد كيف تيقول ذلك الامام الذي ليس بالعارفين اللي سمعته نهار الجمعه تيقول القران ها ما لقيناش في شي بلاصه ينويه بميلاده احنا ولدي نعلموك شويه من مقام الاشاره ومقام الرموز الى انت ما عارفهمش تعرفهم ان شاء الله. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك منك داله تدل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الاسم ديالو في الدلاله بقي ما مخلوقش بقي ما تزعجش ومذكور ومن نوح هما عاد غيذكروا الاسماء وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. شنو هو الميثاق الغليظ؟ شنو هو؟ غيعرفنا القران يجيبوا عن نفسه في آل عمران واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن هالميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اش كتعني الأولى؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول مقام التشريف بقي معنا الأنبياء هما تيسمعوا سميتو كل نبي كتوقف عليه النبوة تقول له أقل على هذا الميثاق أقل عليه نوح إبراهيم فهو الوحيد وهذه هي الخاصية للمسلمين اللي عرفوها. فنحن نحن يا بصح وارثين العهد المحمدي واللي شاربين سره هم المغاربة بغل اللي بغى وكره اللي كره المغاربة وإذ يبايعونك تحت الشجرة احنا في البيعة رمز للشجرة كيتهز فوق أمير المؤمنين ميد الله يسحبها الإنسان أنه مد الله الدارد باش تدرق على الشريف الشمس رمز للشجرة. البيعة وإمارة المؤمنين هي مؤسسة محافظة على التمثيلية والنيابية التي أتى بها سيدنا رسول الله اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى بصفة أنه الوحيد في القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس اللي كيتنادى بالتيتر بالوظيفة يا أيها النبي يا أيها الرسول وواحد لقيته في واحد الآية كيتنادى النبي الرسول لأنهم أنبياء معاه
موسى وعيسى ونوح وإبراهيم كلهم أنبياء معه في النبوة، ولكن بالألف واللام صيغة التعريف أيها النبي أيها الرسول بصيغة التعريف عنده بوحده صلى الله عليه وسلم. شكا تعني هو الوحيد، ودابا هنا فين غندخل لديك النقطة، هو الوحيد، هو الوحيد اللي وضع عليه الله بن يده الانستيتيسيون دو لا ريبريزونطاسيون سيليست، ترجمه هو الوحيد اللي اسس الانسانيه جمعها الصيغه ديال التمثيليه. راهم داروها في الفيلم دو هيفن لو رويوم دو ديو سور تير، كتشوفوا الافلام ديالهم شحال داروا من الافلام لو رويوم دو ديو سور تير هذا التيتر. ها مؤسسات دينيه عظمى كبرى وحنا ما عارفينهاش، وهي موضوعه في الاسم. فلهذا كتلقى جميع الناس اللي ما قدرش يدير التمثيليه في المجتمع، يعني يخدم بقريته، ياسس مؤسسه، يمشي يولي عنده صفه كمحامي او طبيب او شرطي او رجل مطافي او في الديوانه او في الاداره او استاذ او معلم، ما نجحش كيمشي لنا التشدد في الدين. لماذا؟ لان ما تيلقاش المجتمع محلش صيغه النيابيه والتمثيل، محلهاش لوبيات هنا، تشنجات عقليه هنا، رشاوي هنا، بيت علامه فشيه هنا، فساد هنا، المجتمع تخنق في شي اماكن. الحمد لله في المغرب عندنا صعوبات، ما عندناش هادشي بتفشي، كاين المشاكل حنا عارفينها مع بعضنا البعض، عارفين حريتنا وعارفين ودنا الحار، ولكن كنهزو الجفايف ديالنا وكنهزو سطوننا وكنمشيو نسيقو مستورين، ولكن نزكي بعضنا البعض فيما هو صالح، وناكل ونشرب مما هو طالح، باش نقيو الجفاين الناس. عندك تحام راه كاين اللي كيلتهم طالح باش يخليك ترعى في الصالح. فهنا صيغة النيابية راه مكتوبة ان احنا مسلمين في الدم، راه مكتوبة ان في الدم، خاصة احنا العرب، العرب الامازيغ المسلمين مكتوبة ان في الدم، كتلعب لنا في الخلايا كف الدم صيغة النيابية. كنوبوا على سيدنا رسول الله، كنوبوا. فكاين اللي كينوب بسلسلة بمؤسسة بعنعنة معروفة، وكاين اللي كيطيح في واحد كيخرج ليه في الانترنت، ولا واحد كيتأمر كيأمر نفسه ولا كيعنعن عن نفسه، وكيبدا يزكي في بعضه البعض، وكيخرجوا لنا فراق هما كثروا هما كثروا على راسهم. هذا كتبت انا مقال في لوبسيرفاتور دي ماروك، قلت لهم سولوا علاش العديد من الناس كيمشيو من اوروبا من الغرب كيمشيو يساعدوا داعش، شو السبب؟ شو السبب ان يخرج واحد من فرنسا، واحد من بلجيكا، واحد من كندا، واحد من المانيا، من جميع الدول، شو السبب؟ ما عندهمش بلادهم حرب، ما مستعمراش في دول بلادهم، ما عندهم والو، ولكن مشاو في هذيك المنطقه يحاربوا بلادهم فيها. راه تيحارب الفرنسي في فرنسا تما اشياء خنقاته في بلاده، تيحارب الاسترالي اشياء خانقاه في استراليا تما، كتحمل مسؤوليتي بهذا الكلام تنقول، وانتم غتشوفوا في المستقبل. ما عام الله لا قضاء على هاد الظواهر، ما تقدرش، لان صبحات الاشياء فيها كثره التناقض، وصبح المجتمع متشنج وتيخنق، فخلى الا العنف، لانه ما خمسه ديال العنف، ما خلى الا العنف الفيزيك العضوي هو سبيل هو سبيل باش يقدر الانسان يبلغ رساله. الا حنا فتحنا المغرب احنا الحمد لله في هذا الباب، الا فتحنا الفكر وحريه التعبير، احنا حريه التعبير الحمد لله، وحريه تبادل الاراء بالاحترام ولو التدافع القوي، غادي نجعلوا من شبابنا يلتفت ليه السمع ويلتفت ليه القلب، ويعرف بان في بلاده يمكن بعديد من الامور تغير، ما يحتاج يمشي لينو شي بلاصه ولا ياخذ سبيل شي واحد ولا يقلد شي واحد، معانا وبينا في اختلافنا وفي اصطدامنا في الافكار مع بعضنا البعض، ونقدروا نلقاو الحلول ان شاء الله جميعا. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر، غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا مازالين مواصلين دائما من خلال برنامج بكل وضوح. بروفيسور قبل ما نواصلوا باقي المكالمات نرجعوا لموضوعنا يعني حول التدين بتشدد يعني الفتاه، بغيت نسولك بروفيسور انه تكلمتي على بزاف ديال النقاط، وبالنسبه للنقطه ديال التدين بتشدد الفتاه يعني من بعد الزواج مباشره وهذاك التغيير اللي كتعيشه، واش عنده تراكمات يعني من الطفوله، ولا تراكمات هي حديثه يعني في الزواج ربما عندها خيبه امل
تصدمات في هذاك الزواج أو في ديك العلاقة الزوجية كانت تتصورها في واحد الشكل لقاتها في واحد الشكل ولا ما راضياش على هذاك الزوج ولا الزواج ومشات للحويجات اللي هما أسمى يعني التدين ولكن بتشدد على حسب العرف ديالها. هو العديد من الخبراء في علم النفس لقاو واحد من سندروم كيتسمى له سندروم غوليجيو اللي داخل في الخانة ديال الاضطرابات دو لونغواس و لونكسيتي. فواحد العديد من الناس اللي كيوصلوا ما بين 35 30 عام 35 بالنسبة للنساء 40 ما فوق كيتعرضوا لان كريز اكزيستانسيال ازمة وجدانية. هاد لا كريز اكزيستانسيال كيعيشوها في المراهقة كتبدا هي في المراهقة. كنا تكلمنا عليها واحد الحلقة في الحضرة الثلاث كنا قاع صغنا سؤال في واحد الحلقة السبت ديال حضرة الماضي في الحاضر وحضرة المستقبل في الحاضر وحضرة الحاضر في الحاضر. الحضرة الماضي كيمثلوها الأجداد، حضرة الماضي الحاضر كيمثلوها الجدود، وكاين بعض الوليدات اللي ما عاشوش مع جدهم وجدهم ما تعرفهمش في العروبية كيمشيو يشوفوهم مرة في العيد مرة في كذا حتى واحد النهار تيموت الجد والجدة ما شرب منه ما عاش. فتيفتقد هنا الصلة ديال حضرة الماضي في الحاضر كيمكن يغلغلش فيها. عندنا صيغة الحاضر في الحاضر اللي كيمثلوها هما الآباء. الأب هو حاضر باش يربيك وأمك، الأب والأم هو اللي كيوكلك ويشربك ويهزك ويديك الطبيب كيعيش في الحاضر هو، وما تيبقاوش مطلعين هما لا يتطلعون تيبقاوش يطلعوا للمستقبل تيبقى مثل بك انت في الحاضر. شكون اللي كيمثل صيغة الحاضر المستقبل في الحاضر؟ هما الأبناء. لهذا سيدنا علي تيقول خلقوا لزمان غير زمانكم. شوفوا الحكمة ها في هذاك الوقت وفاهمينها. حنا انتظرنا حتى أينشتاين بلا تيوري دي كيك جابها لنا. سي أينشتاين كي انستوري في الأستروفيزيك سات لا نوسيون دو رلاتيفيتي جابهم لنا. اللي بغى يذيب يشوف لي دوكيومونتير في ناسيونال جيوغرافيك راه دايرين ليها افلام لي زاميريكان اي لي زوكسيدونتو كي يشرحوها لوليداتهم بوسائل بسيطه. فالوقيته اللي كيوقع عندنا ان ديفيكولتي دو ريبريزونطاسيون، صعوبه في تمثل احدى الصيغات. انا مسلم اش كتعني لي ان اقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ شنو هو؟ هما شباب نزلقوا مشاو تيديروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكونوا عصابه يضربوا في حبل الله. سيدنا رسول الله الصحابه كانوا كيلقاو واحد الرجل كيخمر كانوا كيجلدوه كدوز عاوتاني واحد اليوم ثلاث ايام كيمشي كيخمر كيجلدوه. سقنا بالخبر صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه فان فيه حب الله ورسوله. بعدوا منه طول ثقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدوا منه. ولينا كنسمعوا واحد سكران شدوا واحد قتلوا عصا لربما اعتدى عليه. ايش دخلك؟ كانك صافي حلتي ما بينك وما بين صاحب التوبه. ربي لبسوا هذاك اللباس فواحد المرحله زمنيه باش يربيه قادر انه يخرجوا منها. عرفتي اش كيقولوا اهل المعرفه ولا؟ كيقولوا رب معصيه تربي فيك انكساره خير من طاعه تجعل فيك كبارا. رب معصيه كل واحد عاصي تيكمي الحشيش ولا الكيف ولا كيشرب الشراب كيعنيش هذا اننا تنأذنوا المعصيه هي السفيه. ما تيعنيش هذا اننا تنقولوا الى طاح فيها الانسان صافي حصل قرص وحاصل. وشكون المنقذ؟ اش النبي صلى الله عليه وسلم عاودنا القصه ديال ثلاثه المسافرين طاحت عليهم الشتاء ودخلوا واحد الغار باش ما يفزقوش طاح صخره سدت عليهم الباب. اش قالوا بعضهم بعض؟ قالوا ندعيو الله لا ندفعوا تعياو ملي ما قدرش شكون اللي غيعتقوا معاه في الخلا؟ قالوا راه ندعيو الله باحسن ما نظن من اعمالنا. قالوا اللي ظنينا احنا شي عمل تقبلوا الله راه نجبدوه دابا ونطلبوا. تيطلبوا هما تيطلبوا ربي تيحرك الصخره. جوج زاد الجنون مالو شي واحد يقول لهم انا عزام انا راه مقرين الدمياطي. اش كتعني الدمياطي؟ كتعني الدم يعطي بسفكك لدم طفل. وهذه من 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 السحر اللي كان كيتمارس في احد الفراعنه. اش كتعب الدمياطي كيف واحد كيتباهى به؟ ما كنقصدش به منطقه الدمياط المصريه.
عندك صحاب حنا راك نعرفوا مصر والمصريين تيعرفونا وحنا كنحبوا المصريين والمصريين تيحبونا ها شويه ديال التصاص بغاو يدخلوا شي وحدين وحنا راه قادرين نديروا ليها اف وحيد ولا عليك. نواصلوا باقي المكالمات معنا. محمد من السويد. الو. للاسف انقطع الخط. تحيتنا لمحمد بسويد ولكل الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي كتسمعنا دائما عبر الانترنت على www.medradio.ma. بروفيسور كاين واحد التساؤل ديال المستمعه كتسولك عبر الاس ام اس. الله يخليكم لينا وكنشكركم بزاف على البرامج. وبغيت نسول بروفيسور كيفاش نزرع صفات الرجوله في وليداتي من الصغر. ولدي الكبير عنده 5 سنين والثاني عنده 4 سنين. ما تحاوليش لالا تقتبسي واحد الدور. اقتباس الادوار كيسالي معين هذاك المصري اللي كيمثل الانبياء. سميتو عفاك لا سعد محمد سعد. هذاك 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 خطير. هذاك هذاك داهيه بوحده مدرسه بوحده. كاين عادي الامام كاين هو في الاقتباس الادوار. فهنا ما خص الزوجه والام تقتبس دور الرجل. راكم كتسمعوني من شي مره كتقول لي كان فيا الرجل ما كنقول لها لا لا راه الدور ديال الام كافي. عندك سلطه كافي على امنا هاجر. كان حاضر معها سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام في تربيه ولده اسماعيل. ها واش كان حاضر ولا كانش حاضر؟ كان غائب غائب. امراه مع سيدنا اسماعيل في الصحراء في الخلاء كيطلع سيدنا اسماعيل. الجمال والذكاء وكان معروف بالركوب الخيل وبالصيد. الجمال والذكاء وكيصيد يعني باش كيمشي يجيب عشاته ديال مو يجيبو. سيدنا ابراهيم راه ما عاش روح حتى لا 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 فداك كيجي يطوف. يروى انه كان ياتي في الليل على البراق وكيرجع ما كيخرج مع ولده ما صدق ولا ما صدقش؟ صدق. سيدنا عيسى عنده باه ما عندوش باه صدق ولا ما صدقش؟ صدق. اشنو اشنو هنا اشنو؟ علاش هو سميتو ربي؟ لانه كيربي الا خليتيه يربي. الا هزيتي يدك كيحط يده. عفوا تحط يدك يزكي لك يدك وما يديرش يده. تهز يدك يزعزعك يمتحنك ويشوفك واش غتجي ولا ما تجيش. اش كتعني؟ كتعنيش بان الوالدين كنقولوا سير طبع اولادكم. الا كنقولوا ادي الواجب واحبس. نظفوا وكلوا تهلا فيه حتى الواجب ديالك كملوا على الله تحق معاه كل شيء الخير ديرو سير قبل شهر. ما تجعلوش يكون هو محور حياتك. ملي كانوا شحال هادي كيعرفوا عمرك ما كنتي كتشوف الامهات كيركبوا ولدهم قدام. راه دابا ولاو داروا لهم هذوك العلاقات يديروا ولادهم قدام. اما هو التركيبه فين كدار؟ الله في الظهر. واش المراه مركبه مقابله كتشوف ولا مقابله الشغل؟ اللي في الفلاحه اللي كتجني الخضره اللي كتحطب اللي كتسرح الغنم. ملي كيبكي كتبرك كتنطرو كدير لي فوم كتجيبو تعطيه رضع كطلقو يجي واحد جوج دريات تفس رجلو تتلوحو في ظهرها وتزيد. ملي كيمشي طبيقة الخبز كيعرفها قدح الماء كيعرفو سر طبيقة كيطلعو رجال. اما تتابعه هز عليه يوغورت يوغورت ومعلقه سي تو بلي شيري سي تري تري بون بور الكالسيوم سي امبورتون نو نو يفوك تشي تيراسيون جورناليير لابور جورناليير ريكوموندي بار لو ام اس اي لي سيت اي تو تو سي تو بلي عفاك هو نعم نعم عفاك حبيبه وخذ لك سا في لي زونفون روا. وهنا اللي دوى عليها سقراط العبقري لو ديبي دو لا تيراني c'est lorsque les maîtres craignent les enfants. Tu vois qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois qu'est-ce qu'il y a là? Alors tu vois qu'est-ce qu'il y a là? Le hakim Socrate ou là? Le début de la tyrannie. Vous t'y arrivez, les sociologues, les anthropologues, qui ont 3 temps. Qui est le temps de la barbarie, qui est le temps de la sauvagerie, qui est le temps de la paysannerie. Le bachelifin.
بارباري في سوفاجري في بايزانري خليكم تقلبوا توجهوا. فنصيحتي لها تكون ام تكون امراه ويدها تدل على الرجال. امي بغيت نكون راجل ولدي في تعرف على فلان انا في الحدود ما بين بلجيكا وكان كان سيح تما في الحدود تنسمع بالامام الشعراوي كنت كان ديك الساعه ما كاين لا انترنت ولا كنسمع بالامام الشعراوي واحد الروي عرفتي باش تقطع بلجيكا وتقطع فرنسا وتشد الباطو وتمشي لتونس وتشد طياره ونمشي حتى ليبيا ونقطع الطوموبيل باش نمشي نحضروا ليه المحاضر. شوفوه اسمعوا ليه تسمع بالعالم الفلاني في سوريا اللي كانت سوريا وريضه ونشدوا الطريق ونمشيو لسوريا تسمع بالفيلسوف والمفكر الفلاني في المنطقه الفلانيه في تركيا وانا ماشي لتركيا وتسمع بانه كاين بلاصه فلانيه في كذا وتمشي علاش؟ شي بحال النحله كدوز مرضه ورده راجل كيخصو 40 سنه خصو يسيح خصو يجول خصو يسمع خصو يضحك الرجال تصنع في النار بحال الذهب كيتشحر في العافيه كيبدا يغلي غلي 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 ويشد معاه شي حديد ويشد معاه شي حاجه ما هيش كطلع لفوق وكتشوفها طالعه 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 والمعلم الذهبي كيدير لها بالمعلقه هذيك القدح قط وتيخلي هذاك الصفر الصفر مشحر وكيجي تيقول لك ها هو شحال كتحسبوا انتم دي زويكاره شحال كتحسبوا ها ويكاره ولا ديس ما عرفتش انا كاع 24 24 كاره احنا يا بركه عندنا النقره. نشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح. نلتقي بكم غدا باذن الله في نفس التوقيت دائما من السادسه الحدود الثامنه مساء على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. لكم تحيات سابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. برنامج التحليات الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا مرحبا بكم.